السلام ومرحبا بكم في قناتي، بيانفوني سور ما شان. ان شاء الله ربي تكونوا كامل بخير. اليوم كما راكم تشوفوا جيت نودكم مشروب ولا اون بواسون تري فاسيل افير بالفلان. يديكم شويه الطريقه غريبه بصح سي اون بواسون تري تري ديليسيوز، تقدروا ديروها في رمضان، تقدروا ديروها في الصيف، سورتو بارده. جو دي با لي تري تري بون. فيها يا ربي ثلاث مكونات ولا اربعه، ماشي بزاف. بون نقولكم تنساوناش بيان سور دي لايك دي كومونتير، بارطاجي لا فيديو، ابونيفو، اشتركوا اذا ما كنتوش مشتركين. لي لايك تاعكم والتعاليق تاعكم يحفزونا اكثر. ان شاء الله يا ربي نتلاقاكم في وصفات اخرى، هيا تبعوني كوزينه. شوف هيا نبداو. اللي قلت لكم المشروب تاعنا اللي هو فلان، انا ديت هذا، ديت منو لا مواتي، حسبت ديت 50 غرام، 50 غرام نص نص اطرا وصلوا. دونك كاينين دي فلون جو كان نتوما تزيدو لهم النشا والسكر، ما على باليش، بصح هذا اون با بيزوا ما نزيدولوش. نشعل نطيبو فلون نورمال، قلنا المشروب تاعنا. بسم الله نزيد الفلون تاعي هكذا ونبقى نحركو حتى يطيب. ما نطيبو نوليلكم راكو تعرفوا الفرن نقعد نحركو باش ما يتسقناش، وهو ماشي تاع الحاجه اللي تعقد يا اخي، يقعد ليكيد. كنبقى نحرك حتى يطيب وما 3 و 5 دقائق. شوفوا غنيوه انا نخليه، شوفوا يبدا يحب يفيض، كيبدا يطلع هكذا نرفد ونحرك باش يطيب لنا النشا. غادي نديرها للمحل بيطيب واللي ما يغليش واللي ما يفيضليش باش نطفي له، وانتم كل واحد يدير كما يحب هو هكذا. نطفيولو ونفرغو في نوتخ غامكان ولا بون. جبت ان بون باش يدير لي يبرد لي فيه. بسم الله نخليه يبرد هنا شويه، بنحطو في الفريجيدير يجمد كيما فلان باش حنا ناكلو. نعاود نولي لكم نتلاقاو من بعد. انا شوف هاو الفلان تاعي بعد ما برد لي نكملو الوصفه. جبت انا الطاس نفرغ فيه هذا الفلان تاعنا. بسم الله بونس نجيب معروف الوصفه تاعنا. بقينا نقول الفلان وعندنا الياغورت اللي حاب يدير لاغوم يدير. انا جاب لي ربي هذا سا سوفي لارجومون. بسم الله هكذا بعد ما برد نزيد ندير له دو. ماذا بيكم تجيبو تاع لي فروي باش يعطيكم فيها بنه. نفرغو الداخل هكذا، نفرغو لي دو بور. بون شوفو من بعد نتوما ذوقوا على السكر، انا ما نحبش نزيد، جو تروف كو هادي سا سوفي لارجومون. وهذا تقدروا ديروه بالفلان شوكولا، تجي بنينه. داك كاراميل بون حنا ما عندناش بزاف لي فو، كان بيستاش جو سي با، مي هادي تاع لا فريز تاع الشوكولا كاراميل هايلين. يونكور كاراميل شويه بصح هادو سي، هادو حتى يجيكم واحد غراده باغ اكزومبل ما تسيبوش تحطولو حطوه. عندي نص كاس ماء دونك انا جو في ميكسي لو تو نولي لكم. شوفوا مشروبنا انا خلطته، دوك نحطه لكم في الطاس ونتلاقاو من بعد. انا بعد ما كملناه كيما شفتوا تري فاسيل، شويه فلان اكشتو غير 50 غرام يعني خمس نصف تاع هذاك الباكي ايدي ياغورت وشويه ما، وحنا درنا احلى مشروب هايل وبنين. تاني هذا عندي يونامية مو ولادها ما يحبوش يشربوا لها الحليب، تعطي لهم دائما الفلا. راني نعطيك فكره ان شاء الله باش ديريه لهم وبدلوا بيان سور لي غو. انا حنشوفوا لا تيكستور كي نصبوا. بسم الله بسم الله شوفوا، ولا تيكستور نتوما تحكموا فيها، تحبوا تزيدوا الماء ولا تحبوا تنقصوا، سي كوم فو فولي. حبيتوا تكثروا الوسمو ديروا 1 لتر باغ اكزومبل، وانا الكيس انا كبار وماشي كيف كيف. ان شاء الله يا ربي وصفتنا تاع اليوم تعجبكم وديروها تخي بيانتو. ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في وصفات اخرى، احبكم في الله.